ننتقل إلى مراسلتنا أنا محميد والتي تنضم إلينا من المسجد الأقصى المبارك. هناء، يعني بعد أداء صلاة الفجر كيف تبدو الأوضاع لديك حيث تتواجدين الآن؟ صباح الخير. يعني في هذه اللحظات يقيم المصلون في داخل المسجد الأقصى المبارك صلاة الفجر. في هذه الأثناء يعني هنالك أعداد كبيرة، آلاف من المصلين الفلسطينيين الذين يؤدون صلاة الفجر. نتواجد الآن عند سطوح مسجد قبة الصخرة حيث تقيم النساء الصلاة في هذا المكان، ويعني عند المصلى القبلي جنوبا يقيم الرجال الصلاة. هنالك الآلاف من المصلين دخلوا إلى المسجد الأقصى المبارك فجر هذا اليوم. بالأمس بحسب الأوقاف المقدسية الإسلامية في القدس أدى الصلاة صلاة التراويح والعشاء حوالي 40,000 مصلٍ، وأيضا هذا الفجر هنالك الآلاف حتى الآن، يعني لا يوجد إحصاء لعدد المصلين، ولكن رغم انتشار قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى هنالك انتشار وتعزيزات عسكرية كبيرة من قبل شرطة الاحتلال وحرس الحدود في أزقة البلدة القديمة، ولكن رغم ذلك استطاع المصلون دخول المسجد الأقصى. كان هنالك تقييدات وتشديدات على دخول الشبان، يعني هنالك عدد من الشبان الذين قابلناهم في طريقنا إلى هنا وقالوا بأنه تم منعهم من دخول المسجد الأقصى، وأيضا هنالك مجموعة من الشبان عند باب المجلس عندما كنت أدخل إلى المسجد الأقصى من باب المجلس، يعني كان تم توقيف عدد من الشبان والتدقيق في هوياتهم وربما منعوا أيضا من دخول المسجد الأقصى. بالرغم من ذلك يعني نتحدث عن أعداد كبيرة من المصلين الآن تؤدي صلاة الفجر في رحاب الأقصى المبارك. نعم هناء، ماذا حول ما حدث في باب حطة عندما اعتدى الاحتلال على المصلين والمواطنين القادمين لأداء صلاة الفجر؟ هل لديك أي معلومات حول ما حصل هناك؟ نعم بالفعل، يعني قبل إعادة فتح بوابات المسجد الأقصى الخارجية أمام المصلين حيث تفتح الأبواب تقريبا قبل الصلاة بحوالي ساعة، كان هنالك حشد كبير من المصلين الذين توافدوا عند باب حطة وهو أحد الأبواب الشمالية الخارجية للمسجد الأقصى المبارك، وكانوا بانتظار فتح الأبواب وبدأوا يعني في هذه الأثناء بترديد هتافات وتكبيرات احتجاجا على التأخير في فتح باب حطة، فقامت قوات الاحتلال بالفعل بالاعتداء عليهم بشكل عنيف. وطبعا هذه الاعتداءات متكررة نشهدها كثيرا خلال الأيام الأخيرة الماضية، بدأت منذ بداية شهر رمضان في الواقع في عدد من المواقع، كان هنالك استفزازات وأيضا إخراج المعتكفين بين أيام السبت حتى الأربعاء، في كل ليلة يتم إخراج المعتكفين بعد صلاة التراويح، كان يتم إخراجهم بشكل يعني تحت الضغط ولكن بدون استعمال قوة العنف الهمجية التي شهدناها في الأيام الأخيرة، ولكن منذ يوم الثلاثاء وحتى يعني على مدار يومين فعليا قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخراج المعتكفين بعد صلاة التراويح من المسجد الأقصى بشكل وحشي همجي، يعني وصفه الفلسطينيون بأنه إرهابي أيضا، يعني أن يتم الاعتداء بهذا العنف على مصلين مسالمين في رحاب مسجدهم. ابقي معنا هنا وسنبقى معك على متابعة في سياق هذه التغطية لآخر التطورات سواء في القدس أو في قطاع غزة أو جنوب لبنان، وعودة إلى مراسلنا من جنوب لبنان وجمال الغربي ينضم إلينا من جديد. مرحبا بك جمال مرة أخرى، إن توفرت لديك أي معطيات جديدة حول ما حصل من قصف إسرائيلي استهدف ثلاثة أماكن في الإقليلي في جنوب سور جنوب لبنان؟ نعم أحمد، يعني المعلومات الجديدة وهي ليست بالأحرى جديدة، هي معلومات مستجدة لدينا. هذه المنطقة التي تم استهدافها
هي ليست منطقة زراعية فحسب، إنما أيضا منطقة سياحية. هناك العديد يعني خلف هذه النقطة، أو بالأحرى خلف هذه القناة، قناة الري، هناك منتجع سياحي على شاطئ البحر يقصده جنود قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل والمغتربين ومن كل المناطق اللبنانية، وأيضا هناك يعني أوتيل هنا وهنا، يعني على يميني أيضا يعني هناك مكب للنفايات، هناك أيضا يعني هذه المنطقة هي منطقة زراعية وسياحية في نفس الوقت. وفي نفس الوقت يعني هنا حركة دائمة لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل تحديدا في هذه المنطقة، وبالتالي يعني الحديث يعني عن استهداف لمكاتب لحركة حماس بحسب ما قاله الإعلام الإسرائيلي يعني هو أمر يعني هو حديث كاذب، ويعني الكاميرا تكذب، هناك تكذب هذه الأخبار التي يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي. وهناك أمر هام يعني لابد من الإشارة إليه، يعني عملية الاستهدافات حصلت ما بعد السحور. في فترة السحور حركة يعني المواطنين في منطقة صور وفي منطقة الجنوب اللبناني حركة عادية، هناك كان زحمة كبيرة من المواطنين يتسحرون في مدينة صور، وهذا إن دل على شيء يدل على ثقة اللبنانيين بمقاومتهم وثقتهم بالمعادلة التي أرستها المقاومة وثقتهم بما قاله الأمين العام السيد حسن نصر الله قبل فترة حول موضوع بأن أي اعتداء على أي شخص موجود في لبنان سيواجه برد حاسم وفوري من قبل المقاومة. لذلك يعني نحن كنا موجودون يعني في منطقة في جنوب لبنان ولاحظنا هذا يعني بشكل حثي يعني من خلال حركة المواطنين سواء يعني في مدينة صور أو القرى المحيطة أو حتى يعني في معظم أرجاء الجنوب اللبناني. شكرا. نعم جمال، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رأس العين في جنوب صور جنوب لبنان حول آخر تطورات الأوضاع المرتبطة بالغارات الإسرائيلية التي شنت في تلك المنطقة. وللتذكير هي ثلاثة غارات استهدفت ثلاثة أماكن عبارة عن أراضي زراعية، لم ينتج عنها أي إصابات، والاحتلال تحدث عن استهداف بنى تحتية للمقاومة، ولكن ما نشاهده على الشاشة هو عكس ما تحدث به الاحتلال الإسرائيلي. وعودة إلى قطاع غزة، طبعا هناك حديث عن سقوط صاروخ للمقاومة الفلسطينية على مبنى في سيدروت، مستوطن سيدروت، ربما هذا الأمر الناتج عن القصف الأخير الذي تم قبل دقائق من الآن، بانتظار تأكيد هذه المعلومة من المصادر المعنية. ولكن معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن وجود صاروخ سقط على سيدروت بشكل مباشر. إن كنت تسمعني من جديد أكرم دلول، كان هناك قبل قليل حديث عن استمرار التصدي من قبل المقاومة الفلسطينية للطيران الإسرائيلي بإطلاق مضادات الطيران في سماء قطاع غزة، إن كان لديك أي جديد. أحمد، قبل ذلك دعنا نتحدث عما أعلنته قبل قليل وزارة الصحة بشأن وصول طفل 12 عاما من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مشفى ناصر في المدينة. هذا الطفل وصل مصابا بطبعا شظايا الزجاج الذي تناثر من نوافذ منزله نتيجة شدة القصف الإسرائيلي. أكرم ابقى معنا أكرم، وسنعود إليك طبعا في سياق هذه التغطية، ولكن ننتقل إلى المسجد الأقصى المبارك. الآن انتهى المصلون من أداء صلاة الفجر، وهذه المشاهد المباشرة للهتافات حيث أدى آلاف المصلين صلاتهم. هناء، إن كنت تسمعين الآن طبعا نحن سنستمع قبل أن تتداخلي هذه الهتافات. Thank you.
تسمعني يعني عشرات آلاف المصلين حقيقة يتواجدون في داخل باحات المسجد الأقصى مباشرة. مباشرة بعد انتهاء صلاة الفجر خرج الآلاف من داخل المصلى القبلي يعني تريد الهتافات والشعارات والتكبيرات الله أكبر، يعني قولوا للمخابرات لا ترهبنا الاعتقالات، وهذا رد طبعا على حملة الاعتقالات الواسعة التي جنتها قوات الاحتلال قبل ليلتين أو ثلاث ليالي حيث اعتقلت أكثر من 400 فلسطيني بالأمس. أيضا بعد انتهاء صلاة التراويح وترديد بعض الهتافات من قبل الشبان في باحات المسجد الأقصى كان هنالك جولة لعناصر للمخابرات الإسرائيلية وقوات الشرطة في المسجد الأقصى، وبالتالي هذا رد على انتهاكات المسجد الأقصى واعتداءات المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، إصرار للصمود وحماية المسجد الأقصى كما يؤكد هؤلاء الشبان. نستمع يعني سنحاول الاستماع يعني أيضا بدورنا إلى تكبيراتهم وشعاراتهم وهتافاتهم في هذه اللحظات الآن. نعم نستمع معك هنا إلى هذه الهتافات والشعارات. Yeah.
وننتقل إليك هناء، كنت تسمعين الآن حول مجمل الأوضاع لديك. طبعا الهتافات واضحة، هي موجهة للمقاومة الفلسطينية ولكتائب القسام، وهناك شعار بالروح بالدم نفديك يا أقصى. ماذا بعد هذه الوقفات هناء عادة، ما الذي يحدث؟ وقفة متواصلة من قبل الشبان يرددون خلالها الشعارات. أولا بدأت هذه الوقفة بأداء قسم الدفاع عن المسجد الأقصى الذي ردده الشبان، ومن ثم يعني كان هنالك هتافات مثل الروح بالدم نفديك يا أقصى، هتافات أيضا داعمة لكتائب القسام، ايضا القيادي العسكري محمد ضيف، وكان هنالك ايضا هتافات ضد السلطه الفلسطينيه في الواقع. وتستمر هذه الوقفه يعني ايضا تردد اسماء عدد من الشهداء المقدسيين الذين استشهدوا خلال السنوات الاخيره على يعني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، تكبيرات. بعد هذه الوقفه يعني السيناريو المتوقع في الواقع هو أن تقوم قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى، ربما تنتظر بعض الوقت حتى يعني يفرغ المسجد الأقصى من أعداد المصلين الكبيرة، نتحدث عن عشرات الآلاف، ولكن واضح بأن هؤلاء الشبان وهم أيضا يعدون ب يعني المئات على الأقل الذين يرددون الهتافات، ومن حولهم يتجمع الآلاف حتى هذه اللحظة. واضح بأنهم يعني مصرون على البقاء هنا والتعبير عن موقفهم برفض العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمقدسات بشكل عام وعلى مدينة القدس، رفض انتهاك حرمة المسجد الأقصى واقتحامات المستوطنين. يعني هذه الهتافات والشعارات هي رفع لهوية المسجد الأقصى بالنسبة لهؤلاء الشبان الذين أيضا رفعوا العلم الفلسطيني قبل قليل، وعدد منهم أيضا يضعون رايات حركة المقاومة الإسلامية حماس وكتائب عز الدين القسام. حتى هذه اللحظة يعني لم نرصد اقتحام لقوات الاحتلال، عادة ما تقتحم من جهة باب المغاربة، حتى هذه اللحظة لا يوجد يعني رصد لأي عمليات اقتحام من قبل قوات الاحتلال، ولكنها طبعا تراقب كل تحرك. وهنالك أيضا طائرة مسيرة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي تحلق يعني مباشرة فوق المصلى القبلي، وترصد مباشرة يعني من أمامها هذا الحشد الكبير وهذه الهتافات. إضافة أن هنالك عشرات كاميرات المراقبة، شبكة واسعة من كاميرات المراقبة المنصوبة عند المباني المحيطة من الجهة الغربية للمسجد الأقصى، وبالتالي كل تحركات تحدث هنا حتى ولو لم يتواجد عناصر المخابرات الإسرائيلية وشرطة الاحتلال بأنفسهم، ولكن كل هذه الساحية تحت المراقبة. وتشاهد الآن ربما المسيرة الإسرائيلية التابعة للشرطة، بالمناسبة يعني معظم الوقت خلال أيام شهر رمضان كانت تحلق في سماء المسجد الأقصى. أيضا بالأمس رصدنا هذه الطائرة المسيرة طيلة ساعات خلال اقتحامات المستوطنين في أول أيام عيد الفصح العبري الذي كان بدايته يوم أمس الخميس. هنا بما أنه هناك كثير من فئة الشباب كما نشاهد في هذه الصورة، هل هذا يعني أنهم هؤلاء مقدسيون من سكان مدينة القدس نفسها؟ معظم هؤلاء بالفعل هم من سكان مدينة القدس، معظم هؤلاء، ولكن طبعا نتحدث عن فجر يوم الجمعة، وبالتالي يعني الأسبوع الماضي مثلا أكثر من ربع مليون فلسطيني بحسب تقديرات الأوقاف الإسلامية في القدس وإدارة المسجد الأقصى أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. بالتالي اليوم تنتظر مدينة القدس والمسجد الأقصى أيضا يعني عشرات الآلاف الذين سيحضرون إلى هنا. معظم هؤلاء هم بالفعل مقدسيين، ولكن أيضا قد تكون هنالك أعداد كبيرة من الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 48 من المثلث من الجليل، الذين أيضا يبدأون بالتوافد إلى المسجد الأقصى في ساعات مبكرة، وحتى يتم فتح الحواجز العسكرية التي تفصل الضفة الغربية عن مدينة القدس. يبدأ أيضا الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية بالتوافد، علما أحمد بأن
علما أحمد أيضا بأن الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودا على أعمار الرجال الفلسطينيين. نعم، على أعمار الرجال الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية الذين يسمح لهم بدخول مسجد دخول القدس بشكل عام يعني، وطبعا بالتالي المسجد الأقصى المبارك، حيث يمنع منهم دون 45 عاما بشكل مطلق من دخول مدينة القدس خلال شهر رمضان خلال أيام الجمعة، ومن هم في الفئة العمرية بين 45 عاما و 55 عاما يستطيعون دخول مدينة القدس فقط بتصاريح خاصة، إضافة بأن الأطفال أيضا فقط من هم دون 12 من العمر من الأولاد الأطفال يمكنهم دخول مدينة القدس. إذن هناك تقييدات كبيرة على أعداد الفلسطينيين من الدخول الذين يدخلون المسجد الأقصى. نستمع قليلا إلى هذه الأهازيج والهتافات. نعم، أحمد يعني نلاحظ بأن معظم الشعارات التي يرددها الشبان هنا هي شعارات يعني داعمة لحركة حماس بالتحديد وكتائب عز الدين القسام. تتواصل هذه الهتافات يعني تقريبا ربما منذ يعني حوالي 20 دقيقة بعد انتهاء صلاة الفجر. مباشرة خرج هؤلاء الشبان من داخل المصلى القبلي ويعني يقفون في الساحة الوسطى بين المصلى القبلي ومسجد قبة الصخرة ويقومون بترديد هذه الهتافات والشعارات ورفع العلم الفلسطيني ورايات حركة حماس. أحمد، نعم هنا طبعا أود أن أشير إلى العواجل على الشاشة وهو بيان صدر عن حركة حماس. هذا البيان يدين بأشد العبارات العدوان على لبنان واستهداف محيط صور فجر اليوم، وتقول بأنه يعكس حالة التوحش لدى الاحتلال وسياساته التي تهدد الأمن والسلم والمنطقة وانتهاكات الحرمات المقدسة في المسجد الأقصى. وطبعا حماس تحمل الاحتلال وقيادته كامل المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد، ودعت في بيانها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وغطرسته وانتهاكاته التي تجاوزت كل الحدود كما يصف بيان حركة حماس.